السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطلوب مني أعمل ترابيزة صغيرة كده تتحط في الجنينة، ما تكونش غالية، أستخدم نفس الخشب اللي عندي في البيت، ما تعرنيش لو جالي حد اضطر أخبيها، وفي نفس الوقت لو باظت راحت في الشمس في المية مش إشكال. كل ده المفروض أتعمل في ترابيزة صغيرة عشان الواحد يحط عليها قهوته وحاجات زي كده. خلينا نشوف إيه اللي عندي ويلا بينا. عندي البتوع اللي على الأرض دول خشب، وعندي منهم هنا كنت خالحهم عمري ما استخدمتهم، فعايز اجرب حاجه، بس طبعا مش نضاف خالص، كلهم تراب وطينه كانوا محطوطين على الارض، فهحتاج ان انا استغلهم انقي منهم النظيف، لان الخشب ده يا جماعه خشب كويس، تيك او تك زي ما بيقولوا حسب انت فين، فبالتالي ممكن استخدم منه حاجه اعمل الايه القرصه.
بعد ما خلصت الترابيزة تقريبا يعني مشكلة بقى ان الاخرام بتاعت البوكيت هول ده هي ظهرت، مش عارف ليه كنت متخيل ان هي هتستخبى جوه، لكن عشان الخشب تخين فظهرت هنا، فانا هعملها بدور على حاجة اغطيها بيها، نشوف كمان شوية كده. انما في الاول عايز ادهنها بالزيت وبعد كده لما نشوف موضوع هخبي ده ازاي. طبعا انا كنت قصيت يعني كميات رهيبة، كنت عايز احط شوية خشب كده يعني حليات بالطريقة دهيت وبتاع، انما هيطلع شكلها بايخ، فكل القص ده راح فشوش عامل زي الكوتشينة. خلينا نشوف. سيبها بقى لغايه ما ايه تنشف شويه كده الزيت، والباقي لو في حاجه الزيت ما تشربش نمسحه لغايه ما نشوف صرفه في الاخرام اللي ضايقتني ده. ولقينا الحل المؤقت، وبعد طول عذاب عرفنا نخلص شوية الخيش بالظبط اللفتين اللي انا جبتهم اخدت المقاس ده. ويا ركتي ايه رأيك في الترابيزة الجديدة اللي خلصناها؟ طلعت والله الخيش ده طلع كويس يعني، طلعت ما كانش عندي خشب تيك طبعا عشان نعمل الرجلين، فالخيش او الدبار اللي انا حطه الحبال دي طلعت كويسة، واخدة على نفس اللون اللي فوق. اتمنى تكون عجبتكم، واشوفكم الحلقة الجاية بقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.